السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ مصطفى؟ تفضل. الحمد لله. أنا عندي سؤال لفضلكم. تفضل. دلوقتي احنا بنسمع أكيد كلنا الأخبار من اللي هو الناطق بتاع حماس اللي هو أبو عبيدة، وفي البداية هو لما بيقول السلام عليكم وهكذا في جملة دايما بيقولها بتلفت الانتباه، بيقول السلام على النبي المجاهد الشهيد. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد، لكن السؤال النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا أو الرسول؟ لأن أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا إن النبي مات مسموم وهكذا، فأحب أعرف. وشكرا. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم شهيد معركة في حرب الكفار. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا في معركة في حرب الكفار، فلذلك الرسول ليس بالشهيد في قتال الكفار في حرب معركة في قتال الكفار. لكن ورد أن النبي قال يا عائشة في مرض الموت: لازلت أجد ألم السم الذي وضعته اليهودية في الشاتي، هذا أوان انقطاع أبهري. على خلاف هل قال ذلك في مرض الموت أو قبله، فهذا الذي استند إليه ابن مسعود وقال: والله لئن أحلف أن النبي مات شهيدا لرجوت أني لم أحنس. وأقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصحابة فرادى، وشهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلى عليه. وبالله تعالى التوفيق.